موجود من 20 مارس من 20 مارس اللي كنستناوهم تطلقونا. الراديو باسكو الراديو فيها واحد لا ماجي. الراديو حنا ما كبرت انا في الراديو من 98 الراديو فات كتخلي الواحد يتخيلك انت كي داير هادشي. كنرى على شحال هادي قبل ما جاو لي ريزو سوسيو كانت شحال هادي لا راديو فيها واحد لا ماجي. كان خصك دير واحد المجهود باش توصل للناس الصوره من خلال الصوت. ودادي نكذب عليك ودادي ملي كنت صغير لعبت في الوداد. لعبت ملي كانت عندي 6 سنين وانا في الوداد كنت فان ديك الساعه ديال بدو الزاكي ديك لقيت دونك من تما وانا ودادي حتى لدابا هما بجوج. ولكن بديت بلو دي جي هو الاول في 93 وصديقي الى عندي شي ترتيب دابا وهضرتي ليا على التلفازه وعلى الراديو نقدر نقول لك الموسيقى الراديو التلفازه. مايكل جاكسون انا شطحت مايكل تعييت وطحت تعييت كنت كنحاول ندير داك المون وولك ديالو داك الشطحه وداك سميتو شحال هرست كنت كندير صمطه كنسخها مع فراش وكنحاول انكليني بحال هكا لهلي وريك ريالي هذه ما قدرتش نجاوب نقول لك علاش لقيت راسي ريالي حتى بقيت كنشجع الريال الفرقه اللي شاده حق الله. اخر حاجه طيبت هو دجاج مقطع بطريقه ديال الشاورما وفيه لا كريم فريش والشامبينيون والفرماج كنحاول نزيد في البوا تبارك الله ضعيف. عشر سنين الاخرى في حياتي اول حاجه نتمنى نمشيو نحجوا ان شاء الله باذن الله ولكن من بعد يمكن نحيد نوفا نمشي لشي جزيره ما كرهتش شي جزيره نبقى بصنداله بشورت بلا كونيكسيون انترنيت بلا والو منك للبحر والسماء. السؤال ديما كيتطرح ليا وما كنلقاش باش نجاوب كون ما كنتش منشط غادي نرجع للموسيقى. كسكسو وماشي الجمعه ما عرفتش علاش انا براسي كان ما كناكلش كسكسو الجمعه كناكلو الحد يمكن حيت الحد كتاكل كتنعس ولا شي حاجه الجمعه خصك تاكل وخصك تيها الصلاه سميتو دونك النهار كيكون شويه متقل. العثماني عزيزه ديال العثماني بلاتي العثماني واش بغيت نقول لكم دابا انت غادي نخرجوا ان شاء الله من هذا الحال ضحكتيني الحجر الصحي ان شاء الله باذن الله الى كانوا جميع الاحترازات القانونيه تفضل يا سيدي. اذا احنا دابا كجامعه مغربيه كنشوفوا بان النهوض بالكره المغربيه خاصها تكون بالاسبري ديال لو جروب لاسبري دو جروب خفيف ظريف كي تنقولوا ونتمنى نكونوا ما تقناش على الناس بهذا ونتمنى نقول لك الفرج يكون قريب ونتمنى لكم النجاح وسورتو اللي زوين سي كو اللي الناس ما باغاش ديك البرامج طوال ساعه ساعتين ثلاثه سبع صافي دابا حنا في عصر السرعه وفي انترنيت ماكسيموم دو بارطاج جوج دقائق ثلاثه دقائق خفيفه ظريفه بون كوراج.